هنا تنتهي الحدود الجزائرية لتبدأ معها خريطة الدول الإفريقية بكل خلافاتها وحروبها ونزاعاتها. إنها مخيمات اللاجئين الأفارقة التي لا تكاد تظهر للعيان خشية الترحيل للمجهول، ولأن الشتاء دق أبواب المنطقة بصقيعه الذي لا يطاق، قامت هيئة الإغاثة التابعة لجمعية الإرشاد بتوجيه مساعدات من الأغطية لعشرات الشباب والعائلات المهاجرة من الدول الإفريقية ومنطقة الساحل نحو مدينة مغنية على الحدود الغربية. كما رأيتم، قام جمعية الإرشاد والإصلاح اليوم بتوزيع مجموعة أو نسبة معتبرة من الأغطية، وكان تنظيم جد رائع. كان قاع تحفزوا باش يقوموا بهذا النشاط، سارعوا للخير. جمعية الإرشاد تامغنية، إن شاء الله نقولوا لها ربي يتقبل منكم، وإن شاء الله ما تنساوش خوتنا اللي راهم في هذا البرد، حسوا بالمعاناة نتاعهم، وإن شاء الله قاع نتكفلوا بهذا الصوالح ونديروا الخير ونبدلوا الجهد تاعنا. المبادرة لقيت استحسان الجميع من نشطاء ومتطوعين وكذا الأفارقة المهاجرين. Nous sommes très contents de ces ONG qui viennent nous donner des couvertures, nous donner, je sais pas, à manger. C'est bien. Franchement, nous sommes fiers de l'Algérie cette fois-ci, puisque en 2003, quand nous on passait ici, ce n'était pas comme ça. C'était trop raciste, mais aujourd'hui, c'est bien. Nous sommes fiers, nous sommes contents, nous sommes heureux. Que ça continue à être comme ça, que nos petits frères qui viennent derrière, que vous les soutenez toujours comme ça, car nous sommes des Africains, nous sommes Africains comme vous. S'il y a possibilité, continuez, aidez-nous. Inch'Allah, Dieu va nous aider, nous tous, et puis ça va aller. Merci beaucoup. وجاءت العملية في ختام ندوة تكوينية لعدد من الشباب المتطوع قصد اطلاعهم على أبرز مبادئ الإغاثة خلال الأزمات والكوارث المختلفة بغرض خلق نواة أولية من الشباب تعمل على هذا المبدأ دون تدخل للاعتبارات الدينية والثقافية والعرقية.